السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهارده هنستعرض مع حضراتكم سريعا بعض الطرق الطبيعية لعلاج مرض الأرق. الأرق دوت بيكون من الأمراض النفسية والعصبية، واللي بيتسبب في قلة النوم أو إن هو بيعمل مشاكل نفسية أخرى. النهارده هنستعرض مع حضراتكم طرق سهلة جدا إن شاء الله متاحة بإذن الله تعالج المشكلة دي. أول شيء يا جماعة، ممكن إن الشخص ياكل ما تقبله النفس من أوراق الخس، يعني اللي يقدر يتحمله ياكله. مفيش كمية محددة، الخس بيعتبر من الأعشاب الجميلة اللي بتعمل على تهدئة الأعصاب. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة، ممكن إن احنا نستخدم الحليب الدافي أو اللبن، اللبن الدافي. هنجيب مقدار معلقة من زيت حبة البركة أو الحبة السوداء، ونقدر إن احنا نحطها بعد كده في كوب حليب دافي ونحركها بشكل جيد، ونبدأ إن احنا نشرب الكوب دوت، إن شاء الله بيعمل على علاج الأرق. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة، ان احنا هنستخدم عشبة اسمها البابونج. هنجيب مقدار معلقة من العشبة، ونبدأ ان احنا نغليها في كوباية من المية على النار، وبعد كده نبدأ نصفيها بشكل جيد. بعد كده تحلى بمعلقة من عسل النحل ونشربها قبل النوم، ان شاء الله بتجيب نتائج ممتازة. اخر حاجة عندنا يا جماعة هنستخدم فيها خل التفاح. هنجيب مقدار 3 معالق من خل التفاح، ونبدأ بعد كده نحطهم على مقدار فنجان واحد من عسل النحل، ونمزجهم بشكل جيد مع بعض، وبعد كده نبدأ ان احنا نشرب المشروب دوت قبل النوم مباشرة. حابب اقول لحضراتكم بس في النهاية، علشان نعمل الطرق دي بشكل جيد ونجيب نتائج ان شاء الله، يفضل ان احنا نستعمل خل تفاح يكون طبيعي، ما يكونش مصنع وعليه مواد حافظة. يفضل كمان لو توفر عندنا عسل نحل طبيعي وثقة اللي احنا هنجيبه منه يكون نثق فيه ان هو عسل نحل طبيعي 100%، ده هيكون افضل طبعا علشان الوصفات تجيب فعالية جيدة. وعلى كل حال في النهاية، حابب اقول لحضراتكم الانسان دائما ان هو يتقرب الى الله بقراءة القرآن والحديث النبوي الشريف والاذكار، ان شاء الله ده علاج ممتاز جدا لكل المشاكل النفسية. شكرا لكم اعزائي المتابعين على حسن المتابعة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.